عندنا عدة تعقيبات من المشاركين، أستأذنكم تكون في حدود دقيقتين لكل متحدث احتراما للوقت، لسه عندنا جلسات ممتدة حتى المساء. طبعا أنقل الكلمة الآن للأستاذ جمال أبو علي رئيس الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، مهم جدا نسمع رأيكم. شكرا لحضراتكم على الدعوة الكريمة، وأولا بس لازم أشيد بما تم إنجازه في ملفات زي البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية وإصلاح 2016 وكفاية مواجهة الأزمات الأخيرة. النقط اللي هقولها سريعة هي بناء على ما تم إنجازه، أنا كنت عايز أركز على نقطتين. النقطة الأولى ليها علاقة بالإصلاح المؤسسي، وأعتقد أن ده المفروض يكون أولوية كبيرة في الفترة القادمة، وبتكلم على الإصلاح المؤسسي في ملفات متعلقة بتعدد الجهات الرقابية على المستثمرين، نتكلم على تعدد الموافقات والتصاريح والتراخيص، ودي كلها مسائل أحيانا قد تبدو بسيطة ولكن في حقيقة الأمر ليها دور على المركز التنافسي المصري مع الدول الأخرى. بنتكلم على إجراءات زي الإجراءات الضريبية، ودي تم الإشارة إليها مش عائدة، وبرضو في شيء من اللبس ما بين المركزية واللامركزية في التعامل مع المستثمر، أعتقد دي المفروض تاخد أولوية في الفترة القادمة. بالنسبة للقطاع الخاص برضو، أنه لو ليه تعقيب سريع على وثيقة ملكية الدولة، هو رؤية الدولة للقطاع الخاص أنها تتحول من شريك في مسيرة التنمية الاقتصادية إلى هو أن يكون قائد المسيرة التنمية الاقتصادية، والدولة هي تكون الدعم له، طبعا هيكون لها وجود مستمر حسب الاحتياج. النقطة الثانية اللي كنت عايز أتكلم عليها هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعني بصفتي عن جمعية شباب الأعمال. كان دكتورة هالة عرضت على 6 نقاط لتمكين القطاع الخاص، كنت أحب أضيف ليهم بند مخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحكتفي هنا بأن أنا أذكر أهميتهم في أن هم بيكونوا القائدين في الصناعات الوسيطة والمغذية، ودي إحدى آليات جذب الاستثمار الأجنبي الكبير. لما نتكلم على رفع كفاءة سوق العمل، المشروعات الصغيرة المتوسطة بتساعد الدولة في رفع هذه الكفاءة. والنقطة الأخيرة برامج زي مبادرة حياة كريمة والأعمال التنموية في القرى والأقاليم، يمكن المشروعات الصغيرة المتوسطة هيكون عندها الرغبة الأكبر والقدرة الأكبر أن هي تشارك فيها. بالنسبة للتراخيص والموافقات الأخيرة على تأسيس الشركات والكلام ده، طبعا في حصل خطوات كبيرة للأمام زي قانون المشروعات الصغيرة المتوسطة، ولكن زي ما دكتور زياد قال محتاجين نحن نبص هل حقق الغاية المرجوة منه ولا لا، وأنا أزعم أنه هو يمكن محتاج إعادة نظر. ولحد أتمنى نوصل يوم يكون الرخصة الذهبية سهولة الحصول على هذه الرخصة متاحة للجميع، سواء كان مستثمر كبير استراتيجي أو حتى شركة صغيرة. ولو ينفع أن أنا آخر نقطة كان على موضوع نقل التكنولوجيا في الحتة دي، أو أسكت في ثواني. حاضر. في الملف الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وعقود نقل التكنولوجيا وحوافز لريسيرش اند ديفلوبمنت، ده ملف كبير، أنا عارف أن دولة رئيس الوزراء كان طرح مسار في هذا الشأن، ولكن شايف برضو دي محتاج أولوية إضافية، ده هيساعد على جذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا. شكرا جزيلا.